اهلا اهلا اخ مروان، شلونك؟ يعني ازيك بالمصري؟ لك وحشة صدق؟ لا وحشة كبيرة بعد. شيلوه. جاسم؟ ايه جاسم. جاسم اللي ضحكت عليه ولبسته العمة ولا الطرطور مثل ما تقولون بالمصري. عمتي وطرطور ايه اللي انت بتقول عليهم؟ مروان، العمة اللي اعطيتني اياها صارت صغيرة ضيجة علي، ما احبها. الحين انا برجعها لك وابي فلوسي بس. مش فاهم حاجة. عمتي وفلوسي ايه؟ في ايه؟ انت فاهم كل شيء. انت للاسف فاكر ان كل شيخ عنده في البيت بترول نفط، عنده بير يغرف منه وقت ما يبي وهو مرتاح. لا حبيبي، انا شقيت، انا تعبت، انا حفرت الصخر حتى اصبحت ملياردير. ولو امشي واوزع فلوسي على النصابين اللي مثلك يمين وشمال كان من زمان حفيت وتلقاني في جامعة الدول العربية، شارع جامعة الدول العربية، أشحت أو أنظف سيارات. تعايز يا قيس. اسمعني يا مروان، أنا مشيت معاك مثل ما تبي، ما قصرت عنك، عطيتك اللي تبي، كل المشاريع اللي أنت اقترحتها أنا وافقت عليها. شركة السكر، شركة الشحن، شركة التأمين، لكن للأسف نهايتها كانت نصب واحتيال. اسمع يا مروان، أنا أبي فلوسي، الخمسة مليون يورو أبيهم بس. أكيد في حاجة غلط. وبعدين أنت عارف إن إحنا شحننا السكر في السفينة والسفينة غرقت في البحر، ولو مش مصدقني روح اشرب من مية البحر هتلاقيها مسكرة. سكرة؟ شوفوا شغلكم. يا ست الستات كبارهك ومطرحك. استني قبل ما تنزلي ناخد صورة سيلفي. تفضلي يا ست الكل، تفضلي خشي خشي على طول. ايوة ايوة، عدي الشاب وعدي المزة. ايوة كده، يا سلام يا سلام. اقعدي. الله، مين كبداكي؟ الهانم تشرب ايه؟ اشرب حلبة حسن. حلبة حسن دي عند امك هناك. ماشي، تحت امرك يا هانم. ايه يا هيما؟ صلت ولا ايه؟ انت جاي من اول هنا الكباريه؟ وماله يا هيما؟ مزه ومش لازماك، وانا مستأذنك، عايز اعمل منها قرشين، هتبوست لي في اللقمه؟ جري يا هيما. روق، وبعد كده انت ممكن ينوبك من الحب الجامد. يلا، شوف بقى هي عايزه ايه. طب خد بالك بقى لان دلع المره بيجيب ورا. عادي يا سيدي، والرجوله مش بسهوله، انجز بقى انجز. دي طالبه حلبه. طالبه حلبه؟ ده احنا هنشوف ايام سودا. وجيتي تطمني عليا. تسلمي يا ضنايا، وكمان اشتريتي حاجات وكلفتي نفسك ما كانش له لزوم. ده حتى اللي مني ما حدش فيهم بيطلع عليا. طب والنبي ما تقولي كده، ده انت ست طيبه وتستاهلي كل خير. طب والله العظيم اول ما هاجر قالت لي جيت لك جري على طول. وحيا بنتي، ربنا يكرمك ويعدلها لك قدر يا كريم.
الله يخليك، تقومي بالسلامة يا رب. سلامي. طب أنا هقوم أصب لك عصير بقى أنت والحاج. يا دنيا ملوش لزوم، ملوش لزوم تتعبي نفسك. ما تقوليش كده، ده أنت تعبك راح. أصب لك جوافة ولا مانجا يا حاج؟ الاتنين يا أختي. العكنانة دي طيب طيب طيب. نجوان وحشتني يا بابا. ايه اللي نزلك مصر تاني؟ والشنطة دي فيها ايه؟ فيها فلوس؟ فلوس ايه بس يا بابا؟ وسع كده عالدين. ولما هي مفيش فيها فلوس، ايه اللي نزلك مصر تاني؟ وعملت ايه مع الجدع الزبالة اللي طفشت معاه؟ ما عملتش حاجة، نصب عليا وديني رجعت بشنطة هدومي بس. بوز فقر زي امك، الناس تخلف عيال عشان تكبش فلوس وترمي في حجر اهلها، وانت وامك بتكبشوا من الفقر وترموا على دماغتنا. هي ماما فين وعامله ايه دلوقتي؟ اهم لقاحه في الاوضه جوه، خش يا اختي شوفيها. ماما يا ماما ازيك يا حاج؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني. انت وحشتيني. الف سلام عليكي. طب ليه اسنانا بقى يا عم الحاج؟ ربنا يطمنكوا عليه. والعصير يا اختي اللي كنت بتعمليه ده بقى صوب لنفسك يا عم الحاج، انا مشواري طويل واولاد الحرام كتير. سلام عليكم. الحمد لله قدر ولطف ان السندس كانت تعبانه وروحتيها قبل الولعه، عشان انت عارفه لما بتشوف ولعه بيحصل لها ايه. انت ليك اعداء في بينك وبين اي حد مشاكل؟ اعداء ايه بس يا سعاده البيت؟ هو احنا اسرائيليين ولا حاجه؟ ده بطن البقره ده هي اولها يجيب اخرها، كله عارف بعض. وبعدين الست جمالات ما بقالهاش كتير عندنا هنا يعني عشان تعمل اعداء ولا حاجه. قدر الله ما شاء فعل، ربنا على الظالم وابن الحرام والمفتري. وانت يا اختي جمالات لابد ان تكوني في كنف رجل يقف بجوارك، واعتقد كلامي مش غلط يا اخي شكري. اعوذ بالله، ولاد الحرام مالوا الحته، لكن قسما عظما لو ايدي اتحطت على اللي عمل العمله السودا دي لكون معلقه على باب المحل ومشفيه ومطلع من جدتك منبار والقوارع ولعبة راس ومخش. اخلص انت خالص، مش عايز كلام كتير. جمالات خدي مديل على المحضر ده، ده محضر كده روتيني، وانا في اسرع وقت هجيبهولك مرمي عندي في الحجز. لا لا انا مش عايزه محاضر وسام وقضايا، انا خلاص متنازله عن حقي ومسامحه خلاص. متنازله ايه؟ بقولك ده محضر روتيني وسيبيه لنا الباقي. نهار اسود على السنين السودا، ايه اللي عمل في محل البنت كده؟ مين اللي عمل عامله السودا دي؟ كفايه بقى القرف ده، مش عايزه تفوقي لنفسك؟ عاوزني اخف؟ انت عايزه تخف؟ انا لا، بس لو لقيت حد عايزني اخف ومصمم على ده هخف عشانه. لازم انت تبقى عايزه تخفي عشان نفسك. انا ممكن اخف عشانك يا نادر، ونبقى اتنين بني ادمين طبيعيين زي اي اتنين، وحياتنا ماشيه. اوكي هتبقى ممله بس ماشيه. انا مشكلتي الوحيده ان انا حياتي واقفه. حبيبتي انا مش مصحه علاج ادمان، لو عايزه تخفي علشان نفسك اهلا وسهلا، انا هقف جنبك وللاخر، لكن مالكيش دعوه بيا. مش معنى ان احنا اتقابلنا في محطه في حياتنا يبقى هنكمل السكه سوا. ساره احنا هنسيب بعض، وانا عايز اسيب لك حاجه كويسه قبل ما امشي. عايز تسيب لي ايه بقى؟ هديه؟ عايز اسيب لك ساره. ده الضابط المتخلف اللي بيراقبك. ايوه يا ياسر. لا 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 انت ما طلبتش النمره غلط، انت طلبت ساره عشان تسال عليا. انا بقى معاك اهو، وكلمني واسالني على اي حاجه انت عايزها كده. طب شوف يا حبيبي، انت تبعد عن ساره تماما، ما تقربش منها ابدا، والتهديدات الخايبه اللي انت بتهددها بيها دي انت عارف كويس جدا انك مش هتعمل بيها اي حاجه، لانك لو عملت تبقى بتعترف بفشلك، وانت اصلا انسان فاشل. خلاص بقى ما تقهريش روحك كده خلاص. هو يعني كنكرك ولا كانت شغلتك؟
دي حالة حاجة فكرت فيها تسليكي بدل القعد. انت عمرك ما هتقدري تحسي باللي انا حاسه بيه. ماشي يا اختي، سيبنا لك الحساسه، بس برضك ما تقهريش في روحك كده، ولو القعده هتكبك اكتر ما انت مكؤوبه ومنزل مع المحل. فكي كده قومي يلا. ريحتي البس انا وانزل اروح المحل. شفتي انا مش هقدر انزل، انا كلمت بابي ودينا وهيجولي عشان نشوف هنعمل ايه في حكايه نجوان الزفت دي. بشوق خلاص، بس خلي بالك بقى، انت حواراتك كترت وعشقت في قلب بعضيها. عندك الظابط من ناحية، وابوك اللي عمال ينطلنا كل شوية في قلب المنطقة من ناحية، والولية الفراشة اللي بتاعها جات من بره مصر من ناحية، حراسي عشان انت بقيتي عاملة زي ايه؟ زي اللي مؤاخذة الجاموسة اللي الجزرين كده اتكتروا حواليها وعمالة تخبط في الحيطان قبل ما تقع. جاموسة ايه يا بني ادم يا معفنة انت؟ شايفاني قاعدة ومش طايقة نفسي، تفضلي تعصبيني وتستفزيني لغاية ما اتجنن، هو انا ناقصاكي؟ شوف البيت. طب الحق عليا يا اختي اني بوعيكي وقلبي عليكي، انا وعمالة اقول لها فكي وانزلي مع المحل، ما تولعي. خلي بالك انا كل ده مش عايزه اركز في حته ايه، ان انت منين ما بتقعدي في حته بتنحسيه. قالوا كل ده مش عاجبك كلامي. يا شيخه روحي كده وتشبه الملكانات اللي كنت حطاهم في قلب الباترين دول، حتى دول ما استحملوش قعدتك، ولعوا كده. انا اللي هولع منكم العيشه دي، انا هتجنن. يقرفكم. كل كل يا وش السعد كل، انت اصلك ما بتنخعش الكلام الحلو الا لما بتملى كرشك كده، ويلا كل من النقانق. يلا اديني في الوحي يا عم الشباب وعم الرياضه. الوحي بتاع ما بينزلش معايا غير وانا باكل، يعني هو معايا دلوقتي لسه جاي قايل لي حته حاجه تحفه. اديني اديني. انا واقف ارضي وواقف طولك، تربا تربا تاخدي عمري كله مني بسطولك. رارا موسوكا نمره واحد. الله الله مفيش اي واحد. موسوكا نمره واحد. ايوه مفيش اي واحد هيحبك زي انا. موسوكا بيحبك. ايوه ده حبك فيا بيتمادى، بعشقك يا بياض وبحبك حب عبادة. الله بعشقك يا بياض بحبك حب عبادة. دي القهوة من غير سكر من ايدك ام سوكا. اديني هوب هوب هوب، بصك زي الحليب. الله الله اشتوى علي يا زميلي. ايه الجمال ده يا العسل ده؟ عسل يا ام سوكا. يا ولد بيقول حكم والله. يا عم الشباب والرياضة يا حبيب والديك عشان تدعيلي. الاغنية دي يما، الاغنية التانية، الاغنية الاولانية يما بقى ما تعرفيش ايه اللي حصل. مكسرة الدنيا، شغالة في التكاتك والميكروباصات، المنيب شبرا كيت كات وكل الحوار يما. الله، هو انا غريبة يا ولد؟ ما انا قلت لك قبل كده ان شاء الله هتكبر وهتلعلع وتبقى زي الله يرحمه ويحسن اليه ويفشفش الطوبه اللي تحت دماغه محرم فؤاد ان شاء الله. خد يا ام اقول لك. نعم. عايزك عشان ما تضايق الوحش. بقول لك ايه، انا جيلي اربع افراح اروح انا فرح فيهم. يا واد يا واد قول خمسه يا ولا، عشان العين العين فلقت الحجر، مش هتفلقك انت يا منيه. عندك حق، خمسه خمسه خمسه. بتخمس في وش امك يا ولا؟ ده انا امك يا ولا، حبيبتك اللي تتمنى لك الرضا والعز كله. يا رب يا رب يرزقك بخمس رقصات يرقصوا وراك وانت مطرب كبير قوي 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 في سماء الفن. يا رب يسمع من بقك ربنا. خمس رقصات ست رقصات اروح انا فرح فيهم. روحهم كلهم يا واد. اطلع من ده خش على ده، اطلع من ده خش على ده. انت خلاص بقيت مطرب كبير قوي ومطلوب والدنيا كلها عايزه، وهم غصب عن عينيهم يقعدوا يستنوك. ما تبقاش عبيط يا ولا، اوعى حد يستعبطك. الاتفاق كله هيبقى معايا انا. الفلوس هتبقى معايا انا. اوعى، دي مش عربيه كبده. لا يا حبيبي ده مغنى. مغنى. مين اللي وزوكوا تولعوا في محل البيت يا ربتي؟ لا 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 لا، احنا شمال. بس لحسابنا، ما نحبش نشتغل عند حد، احب اعيش حر طليق. المحل بتاع المؤاخذه؟ لا مش سكتنا، احنا بنحب الانحراف قوي على فكره. ما تشوف يا قبله العلم مستشيخه يمكن ولعوا فيه عشان التماثيل العريانه. اقعدي يا قبله، اقعدي اشربي حاجه وخلي ابراهيم يحللك الموضوع. اخ ده نتعوم، ده انا نسيت انه سابك ولا مؤاخذه وراح يشوف سكته في حته تانية. سوري. هي القبله كوريا الشماليه ولا الجنوبيه؟ تصدق يا اخ مروان، انا احب مصر. لا مو بس احبها، انا اعشق مصر. لازم بالسنة مرة مرتين لازم أزور مصر، أتمشى بشوارعها، أكل بمطاعمها، أركب فلوكة في النيل. لكن أنت للأسف معتقد أن كل الناس أغبية وأنت الذكي، كل الناس عميان وأنت المفتح، صح ولا لا؟ اسمع يا شيخ جاسم،
خلي حد من رجالتك يروح البيت عندي ويفتح الدولاب هيلاقي دفتر شيكات، خليه يجيب واكتب لك الفلوس اللي انت عايزها، بس خلينا نخلص. ما قلت لك انت تعتقد ان الناس كلهم اغبياء وانت الذكي. يا اخ مروان، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. انا لا اقبل الشيكات، اقبل فلوس نقدي. يوراهاتي كلها لازم تجي قدامي، يورو ينطح يورو. ما جاب لك كاش منين؟ خلاص خلاص، انا هقعد معاك هنا لغايه ما تصرف الشيك، بس هات لي دكتور بسرعه. سمعوا، جيبوا له دفتر الشيكات، يعطيكم الشيك وتصرفونه. انصرف الشيك كان بها، اخذوه وقطوه باي صفيحه زباله، واذا ما انصرف الشيك خلصوا عليه. انا شايفه على فكره ان الولاد الصيع دول كلامهم صح، يعني ممكن يكون حرق المحل ده بسبب المكان ده كلهم متخلفين وفالجر ولا بيفهموا في لونجريهات ولا موضه ولا الحاجات دي اصلا. مش مهم اللي حصل ده، خلونا في مشكلتنا الاساسيه دلوقتي. نجوان في مصر، وجودها هنا ممكن يحل لنا حاجات كتير قوي. انا عايزه اروح اضرب نجوان واشرب من دمها، عايزه اخنقها بايديا دول ومفيش غلني منها. جدعه انت يا جول. جول ايه وجدع ايه؟ خلونا نفكر كويس يا اخوانا. مروان ده هو راس الافعى، نجوان ديل الافعى. عشان نمسك مروان لازم نمسك ديل الافعى الاول اللي هي نجوان، ونقطع راس الافعى اللي هي راس مروان. خلصنا منه يبقى نرمي الديل. ايه يا اختي جوجل انت الحيوانات اللي بيحكي فيه ده؟ افهم يا قرية، افهمي او طالب بيه قصده يقول ايه. ان احنا لو رحنا للست نجوان وقفشت مننا قرشين كويسين هتقول لنا على طريق اللي اسمه مروان ده. طب ما انت كده خال جبت الزيتون. الزيتونة؟ التايهة يعني. افهمك انا، يعني فعلا برضك اللي اسمها نجوان دي بعتك عشان خاطر الفلوس، يبقى برضك هتبيع طليقي وتشتركي من تاني عشان خاطر الفلوس. مش محتاجه درس خصوصي عشان تفهميها يعني. مهما ادينا لها فلوس مش هتقول على حاجه، دي بني ادمه خاينه وحقيره، خانت صاحبه عمرها اللي اتربت معاها. خلاص يا بنات سيبوني بقى، انا هعرف ازاي اتصرف مع نجوان دي. انا عايزه زيتون. عينيا حاضر، هجيب لك زيتون كلاماطه يجنن. ما يعني ايه كلاماطه؟ يعني اللي كلو ماطه. تعال خدي خدي يا عجلة. شوكولاتة؟ بتضحكي على اخواتك بحتتين شوكولاتة بخمسة ستة جنيه وسايبة الفلوس والملايين برة، جاية تجر خيبتك وراكي. لا شفنا حاجة من اللي برة مصر ولا اللي جوه مصر. لازمته ايه اللي عملتيه ده كله؟ خربتي علينا كلنا وخربتي على نفسك اولنا. ليه يا بنتي بعتي الناس اللي كانوا شارييننا بالغالي؟ بعتيهم انت بالرخيص، شردتي بنتهم الغلبانه، خليتيها يا حبه عين امها هربانه زي المجرمين وقتالين القتله وتجار المخدرات. ليه نكدتي على ابوها عيشته وقطمت امك؟ قطعتي عيشها وفي الاخر هديكي غرقانه اهو. في حد واقف جنبك؟ ردي علي، في حد واقف جنبك؟ كان عليكي بايه من ده كله؟ ايه يا ماما؟ هو انا ملياش نفس ان انا ابقى بني ادمه زي الست هايدي ولا ايه؟ زيها في ايه؟ زيها في ايه؟ ما البنيه كانت بتعاملك زي اختها واكتر. زي اختها واكتر ازاي؟ لما كانت بتديني هدومها وجزامها القديمه؟ ولا لما كانت بترميني بقيه اكلها؟ ولا لما بنبقى قاعدين وسط صحابنا كده في الجامعه وبتعاملي على اساس ان انا بنت الشغاله بتاعتهم، وبعدين بتقعد تتاسف لي كده بتمثيل؟ انا عمري ما هنسى وانا عمري هندم على اللي عملته فيها. يا ساتر انت يا بنتي جبت الجحود ده كله منين؟ جحود ايه يا وليه يا خرفانه انت؟ بنتك عارفه مصلحتها كويس وراشقه فيها، بس هي طالعه فقريه زيك ما بتكملش للاخر. وكمان انا مش غلطانه معاها في حكايه مروان، هي اللي مش ماليه عيني من ساعه ما كانوا مخطوبين وهو بيقولي ان انا احلى منها. انت عارفه وهما كانوا بيرقصوا مع بعض عيني ما نزلتش من عليا، ومن ساعه ما رجعوا من شهر العسل وهو بيكلمني وبيخرج معايا اكتر ما بيخرج معاها. ايه يا ماما؟ انا بني ادمه وحبيته، ما انا طول الوقت متعوده باخد الحاجه اللي الست هايدي استعملتها، جت على مروان يعني؟ انت تقدم لك الدكتور ناك
هو بسم الله ما شاء الله احسن مليون مره من سمروان زفت ده. نادر ده مش مغري بالنسبه لي، ما هو كان قدام الست هايدي وما بصتلوش، بس مروان بقى خلص لي كل اللي عملته فيا وحرق دمها وحرق قلبها زي ما حرقت قلبي ودمي بفلوسها وبتصرفاتها، ومخلياني طول الوقت انا ببص عليها زي المحرومين. انا على فكره مش زعلانه ولا عمري حزعل على اللي عملته فيها. يا بنتي يا جمالات تعالي يا بنت غيري لي اختي بتاع، انا عايزه غير ما فيها رقص. عايزه ايه؟ عايزه تسمعي ايه؟ عايزه حاجه فيها رقص. هاتي هاتي هاتي، حطي فريد الأطرش. فريد الأطرش فيها رقص؟ ثواني ثواني، اسمعي دي حلوه. لا انا عايزه اركب الحنطور. حاضر حاضر استني. والحنطور اهو، واركبوا الحنطور. تمسكي الباب يخبط. والحنطور والحنطور واركب الحنطور والحنطور. مساء الخير. مساء النور. ممكن ادخل؟ اركب الحنطور. مفيش حد في البيت غير انا وسندس. انا مش هقعد كتير، دقيقه واحده هقول لك على حاجه وامشي على طول. طب اتفضل اتفضل. واركب الحنطور والحنطور. ازيك يا حاجه؟ مساء النور يا اخويا. انت مين؟ ده علاء يا سندس. علاء تشرب ايه؟ لا ولا حاجه، انا عاوز اقولك اني مكثف البحث اول يومين دول عشان نوصل للناس اللي حرقولك المحل. ميرسي متشكره قوي، مش عارفه اقولك ايه. ما تقوليش حاجه، هو بصراحه انا اللي عاوز اقولك ايه. انا فكرت كتير ولقيت ان كل الحاجات اللي انت بتعمليها مش لايقه عليكي، يعني المكان هنا والحاره حتى محل اللانجيري اللي انت فاتحاه، حاسس كده ان كل الحاجات دي مش بتاعتك. بس انا كويسه ما اشتكتش من حاجه يعني، والمكان هنا كويس ماشي الحال والناس طيبين وبيحبوني. لازم كمان تلاقي واحد يحبك وتحبي وتعيش معاه بطريقه طبيعيه. انت صغيره وجميله، التجربه اللي انت مريتي بيها اكيد يعني مش احسن حاجه هتحصل لك. انت عايز تقول ايه يا علاء؟ انا بحبك وجاي النهارده عشان اطلب ايدك بشكل رسمي. تقبلي تكوني مراتي؟ صباح الخير يا ابله هاجر، وحشاني. خير. ايه اللي خير يا ابله؟ ايه الوش الخشب اللي على الصبح دوت؟ انا عايز اكشف كشف مستعجل عند حضرتك. كشف؟ كشف ايه بقى ان شاء الله؟ كشف كشف على قلبي يا ابله، قلبي بيوجعني يا ابله. بعد الساعه 12 يروح قايم لوحده كده بالليل ويغني، الا قوم بالصبح الا قوم بالليل، الا قوم بالصبح الا قوم بالليل. من الاخر يا ابله كده عايزك تقسهولي ب 800، تشوفي لي درجه حراره الحب بتاعتك وصلت لغايه فين. تعبان يا ابله تعبان. لا يا سوكا ما ينفعش، وبعدين احنا متفقين ان مفيش ولا مقابلات ولا تليفونات لحد ما تقابل فواز اخويا. وماله يا ابله، نتقابل ونتفق على كل حاجه يا ابله. انا عامل لك مفاجاه تخص مستقبلنا، بس ابله مش هينفع الكلام في التليفون، نتقابل بره ربنا يخليك. ماشي يا سوكا، بس هي مره واحده بس. عينيا الاثنين وان فورس اجيب، ثانيه واحده اتحزم واجي لك اروح البس. خلاص هستناك بكره في المستشفى. هقابله بكره التتة، وبعد بكره التتة، هقابله بكره التتة، وبعد بكره يا لهوي. يا احمد احمد يا عم خلاص بطلت سهوكه وحسوكه يا اخويا وقله ادب وتجرمه في التليفونات. احمد بقى كده اهوت واسمعني، عايزين نشوف مستقبلنا. يا ولد الوقت احنا فيه ثلاث افراح عربينه معايا اهو. فين العربون؟ ما هي الحمد لله فين. طب معايا في الحفظ والسنه، ما تخافش عليهم يا ولا، محافظه لك على فلوسك يا ولا، ما تخافش. ماشي. وبعدين الفرحين اللي فاضلين هتكلمهم علشان يجوا يعربينه معايا انا برضه، ما تخافش على فلوسك معايا. بقول لك ياما، بقول لك ياما. نعم. ما كده ما رضيش ربنا. الصبح كبده ياما وليل افراح لا ياما. انا عايزه اتوب يا ربنا، توب عليا ياما بالكبده دي ياما. يا ولا يا ولا، البحر يحب الزياده يا ولا. بقول لك ايه، اصبر عليا بس كده يومين على ما ادبر لك حد يجي يقف على عربيه الكبده، وهو نبقى نقسم معاه. بس بشرط ياما العربون ده يفضل معايا. يا ولا لا لا يا ولا لا لا. اعملي سندوتشين يا ابني يا اختي، قولي صباح ولا مسا ولا اي حاجه كده ولا كده يا اختي. بقول لك يا ام سوق، انزلي من على ودان، انا مش فقال. هاتلي سلم يا ولا عشان انزل من على ودانها يا اختي. الدنيا حلوه بتغني اهي، والدنيا ربيع، والجو عبد السميع، احلى سندوتشيلا احلى كوريا. تغني معاك انت سوكا، معانا بتنوح. اعوذ بالله على قفله اليوم يا اخويا. ليه كفر للشر بس؟ محروقه سوكا، محروقه قوي.
مش ههدى ولا ترتاح لي جدا لما اعرف مين اللي حرق محل البت جمالات دي. قاعده عندي وفي حماية. يعني ايه يعني؟ هفي انا ولا كرودي عشان تتعلم عليا قدام خليه ربنا كلها كده؟ يا اختي احمدي ربنا، احمدي ربنا ان ربنا ولع فيه بجاز اسود على دماغها. هو احنا كنا ناقصين شخلعه ومرقعه ومسخره قريبتك دي؟ يا اسطى العيال دي مش من هنا، العيال دي غرب، ما ينفعش حد يخش غريب حارق كوريا. ماشي يا فرحه امي يا سوك، برضك عايز اعرف هيكونوا مين يعني؟ مين اللي زقهم؟ مين اللي وزقهم؟ نفسي. صباح الخير على الغير. صباح الخير يا عم. طيب اخلع انا بقى سوك، بقت الباقي بعدين. بقول لك يا اسطى عيب يا اسطى، يعني يا بعد رزلت امبارح وبرده ما بتردش الصباح، انا مستحملك لانك حبيبه صديقي. مين؟ انا ابو طالب. طالب خش خش في جوه. طيب طيب اهلا وسهلا. سلام عليكم. خطوة عزيزة بهوات. الله الله الله، انت ايه كنت نايم ولا ايه؟ لا ابدا نايم ايه، انا بس كنت مريح على الشزلون شوية. يا عم بقى تلاقيك سهران طول الليل مع نجوان، ما وحشتك بقى. نجوان؟ نجوان مين؟ وسهران فين؟ ما سعادتك عارف ان نجوان برا مصر. انت هتستعبط يا جدع انت، ما نجوان رجعت وكلنا عارفين. لا بقول لك ايه، لم نفسك لعلقك على باب البيت تحت. اهدى مالي يا حاج ابو نجوان، البشمهندس طارق ما يقصدش، احنا جايين بس علشان نقابل الست نجوان ناخد منيها كلمتين ونتوكله على الله، ويا دار ما دخل الشر. بسيطه، الباشا يديني ال5 مليون لحلوح اللي اتفقنا عليهم، وانا اديكوا الورقه اللي فيها علوان نجوان في اليونان، وتروحوا تسألوها زي ما انتوا عايزين. لحلوح ايه واليوناني وكلام فارغ بتاعك انت؟ انا عارف مكان نجوان وهقوم اجيبها. اقعد هنا، البيوت لها حرمه. لو هوبت جوه هكسر رجلك. عيب يا راجل، احنا ضيوفك، معقوله تعمل معانا كده؟ طب اتفضلوا على الله من هنا بقى، لحسن اصور فيها قتيل اللي لازم. لا انت اتجننت ولا ايه؟ يهبت منك جن لما يلخبطك. عيب يا باشمهندس. يلا السلام عليكم، نتوكل على الله. يلا توكل على الله. عيب. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة يا سيدي. مع السلامة. اتفضل. حاضر. أنا محترمك قدامهم عشان فيك شبه كبير من أمي. بالسلامة. إيه يا ابني؟ عرفوا منين إنك هنا؟ وأناش عرفني، يمكن عن طريق المطار أو عن طريق أي حد من معارفهم ما هم واصلين. بس أنا كده مش هينفع إن أنا أقعد هنا كتير. هتروحي فين؟ أنا معايا شوية فلوس، اروح اخد شقه مفروشه ولا اوضه في لوكاندا، اي حاجه بقى. هو انت معاكي فلوس؟ اخوكي اشفر، ما بقتش قادر ادفع اجره البنسيون، ويرضيك انت بقى الست صاحبه البنسيون تقولي الصراحه راحه يا تعتع وانت ما بتدفعش؟ ده حتى ممكن تتفهم غلط. طب والعمل؟ هرجع اقعد عندك من تاني؟ ولا حتى دي تنفع. العيال وهدان ونس بيجوا يبيتوا عندي، ودي عيال كلاب، لما بنضرب حجرين ثلاثه سوا بيبصوا لنا بصات مش مظبوطه، ما بالك بقى لو انت بايته معانا. طب هعمل ايه بس؟ ده انا لو رجعت لسلومه هيقطعني حتت. وانت ايه اللي رجعت لسلومه؟ انت خلاص ما بقاش في بينك وبينه اي حاجه، مش من حقك اصلا ترجعي له. قفلتها في وشي يا طاعون؟ خلاص هارمي نفسي في النيل ده عشان ارتاح واريحك. يا ست الناس انا مش تعبان، انا بس قلبي واكلني عليكي، انت ست محترمه ومش حمل البهدله. والنعمه. طب هنعمل ايه؟ تاهت وبعتنا وراها عيال يجيبوها والحمد لله لقيناها. انت تشتغلي. اشتغل؟ وهو نعرف اشتغل حاجه؟ تعرفي الا تعرفي انت يا استنوال، مش عارفه قيمه نفسك ولا ايه؟ طب بس انت سيبيلي نفسك، وما كنتش ادخلك العرب جوت تالنت ما بقاش انا تعوض. انتوا ايه؟ انت هرجوا صح؟ نهرج ازاي يا سعاده البيه؟ احنا جايبين لك معلومات مهمه لقضيه هايدي اللي حضرتك ماسكها. حضرتك بنتك هي اللي مطلوبه وهربانه، وجايه تقول ان في واحده ما عليهاش اي حاجه وصلت مصر وعايزنا نروح احقق معاها. هو سعادتك لمؤاخذه مهمتك في الحياه انك تقبض على هايدي ولا تحقق العداله وترجع الفلوس المتهربه؟ يا سربيه احنا جايين نقدم لك خدمه، مش عاجباك تقول لنا شكرا، عاجباك تقول لنا برضو شكرا عشان احنا بنساعد البوليس. شكرا، اتفضلوا. احنا عارفين شغلنا كويس وعارفين مين دخل مصر ومين خرج بره مصر، ومفيش حاجه بتعدي علينا. وهيدي هتتجاب يعني هتتجاب، فلو بتحبوها قولوا لها احسن تسلم نفسها عشان ده هيحسن موقفها في القضيه. شرفتونا. خد جرب. ما تجربي انت تفوقي وتعيش زي البني ادمين، دي مره واحده مش تخسر حاجه. قلت لك ماليش في الحاجات دي. يلا بينا بقى، انا زهقت من قعده البيت. انت مش عايز تبقى مبسوط؟ ده هيخليك مبسوط. ايه ده يا مجنونه؟ يعني انا الحق عليا ان انا عايزه ابسطك؟
تبسطي ايه وزفتي ايه؟ فوقي بقى لنفسك، اصحي كده مش هينفع. نعم يا اختي، طلبك للجواز؟ سبحان الله، دنيا غريبة يا ست هايدي. شوفي طول عمرك بتهربي من البوليس ومن الشرطة ومن الضباط، وفي الآخر ضابط يجي يكلبش جوازك يعني. يا بنت تتجوزي، أنا هجوزك اسم النبي حسه سعد ابني، طول بعرض قمر 14 وبيحب البيض. يا خالتي يا أي هيصة، استني ونبي دلوقتي عايز أفهم. انت ردتي وقلتي له يا ست جولي تحفين؟ هقول له ايه يعني؟ قلت له سيبني افكر. يا نهارك اللي شبهك تفكري؟ ده انت كده ممكن تودينا كلنا في 60 داهية. لا بقول لك يا خال، انا غير كده وما اعرفهاش، انا كده شلت كتير. نعرفها نعرفها. البنت دي اوفر اوفر، مفيش فايده. لا يا حبيبتي مش هتجوزه اكيد، بس ما ينفعش اقول له لا كده مره واحده عشان ما يشكش. مش حضرتك اللي قعدتي تقولي لي ما تهربيش منه عشان ما تخليهوش يشك وتدخلي عليه كده بصدرك وكل الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ شايفه وسامعه الكلام الزين؟ ما شاء الله عليك يا ست هايدي. هو ظابط صح؟ اعرف اللي يقرفك. صح صح. اتفضلي سلطس جلتك على ماما يا جولي. ليه؟ لو انا مش عارفه انا بكلم مين. بقول لك ايه، الحلوه النواعم مايله للواد وعينها منه، لولاش بس الظروف اللي هي فيها دي كان زمان قالت خدني في حنانك خدني. اه وافرضي يعني انت مالك؟ هو انا يعني مش من حق احب واتحب بعد كل اللي انا شفته؟ بعدين الراجل مش عايز مني اي حاجه وعايز يقف جنبي باي شكل، مع انه ولا يعرف انا مين ولا اصلي مين. سامعه يا كوريا؟ شايف التفكير الزين لازم تاخده بالسياسة وبالفقاقة. وبعدين كويس، ماله الظابط؟ ظابط ومال هدومه؟ كويس انه ظابط وهيتجوز واحدة اسمها جمالات. شكري. مبروك. خش يا ست الكل، يا ستهم يا عسلية العسلية. مساء الفل. الله الله، ايه يا طاعون، ايه التأخير ده كله؟ معلش يا دارة، كنت عايز اوضبها كما يليك بالمكان، فعدينا على انذرنا وجبتها على طول. ماشي، فانت بقى الشغل. عيب عليك، انا لخصت لها كل قواعد المجد في بيت شعر، تحب تسمعه؟ نسمع طاعون وماله. قولوا للي اكل الحرام اوكي، بكره اللي كلوه يهدموا عادي. الله يقطعك يا طاعون. بس على فكره اسم نوال ده بقى مش عاجبني خالص، معرفش مش حاسه قديم قوي، ستينات كده. انت ممكن ينفعك اسم ناني. الله على ذوقك، احلى بكتير. ها بص بقى يا ناني، عايزك يا حبيبتي تقفلي عداد الدلع عندك على الاخر. الزباين هنا بتيجي تكقع دم قلبها عشان تشتري الانبساط. الانبساط ده بقى احنا اللي بنبهولهم يا ناني. ماشي يا ناني؟ ماشي يا اداره. هي بس متوتره شويه، اكمنها في مرحله اخيره نتجرأ، بس هتفك واحده واحده ما تقلقش. على فكره الغنوه اللي شغاله دي هي اللي مكسره الدنيا وواكله مع الناس قوي. ما تعرفش بتاعت مين دي يا طاعون؟ لا سامحني يا اداره، انا ما بسمعش الاغاني الهابطه دي، بحب ماجده الرومي. طب تعالى هوبا عشان عايز اقول لك على حاجه. عينيا، شايف الزميل الحاتي اللي قاعد هناك لوحده ده؟ خدها هدفع عليه. ها وخلي عينك عليه من بعيد لبعيد كده. ها مش عايزين رسالة على الزباين. عيون تعطى. يلا يا طعم، يلا يا قطة الناس. يلا حبيبي. وانا اللي فاكراك راجل اتاريك الا ما فيك واحد عادل. ايه ده ايه ده ايه ده جرأة يا بت؟ انت كنت فاكراني هاني سلامه ولا ايه؟ وجو حب وكده؟ يعني انا منيمك في فرشتي ولم امسك وبوضبك وجايب لك شغل، تفتكري ليه؟ عشان تحترفي في نادي الاولمبي مثلا؟ بقول لك يا بت صحصحي كده وفوقي عشان احنا داخلين على مرحله عسل. ها؟ يلا. ما قلتلوش ليه ان الغنوه دي بتاعت الواد سوكا؟ عشان انا بحب ايمان البحر، خلاص؟ يلا بقى. اقعدي. مساء العسل. وده ايه ده ان شاء الله؟ اقعدي بس، ما هو اصلا مش شايفك. ستير الزوايا الحسنه. شغلك معاك؟ تأمرني؟ ها؟ هيمة؟ ايه يا هيمة؟ بجد والله مبسوط. مالك يا هيمة؟ ايه اللي انت بتنيره ده؟ انت جايبك تشتغل معانا طاعون. لا بقولك ايه يا هيمة، ما تنساش ان انا اللي جايبك تشتغل في المكان ده. ودلوقتي ناني بقت حرمتنا، احنا اصحاب. بس البيزنس ما فيهوش شفقة يا صاحبي. بقولك ايه يا كبداجي، لا مؤاخذة بقى، لو عايز تسترجل روح استرجل على سوكا اللي واخد محل الكبدة بتاعك ورايح جاي مع كوريا، خلاص؟ رايح جاي مع كوريا؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا طاعون؟ زي ما بقولك كده، انا قلتلك وانت حر نفسك. يلا شوف شغلك. انت يا ولد. ايوه يا باشا. شوف لي هنا بتشرب ايه؟ بتشرب ايه يا هنا؟ هات لي ازازة بيرة مشبع. اموري. وده ايه ده ان شاء الله؟ فين؟ وير ام اي؟ يو ار ان ذا هوسبيتال، ثانكس جاد يو ار الايف.
اخر مره يا سوكا، عايز اللي ايه؟ مني مبهدلني اسيادنا راضيين عليك يا عسل. قول عايز ايه. خلاص مفيش سوكا، سوكا القديم راح، في سوكا جديد، سوكا المستقبل، وانت المستقبل يا ابله. يعني خلاص نويت؟ نويت والنيه على الله يا ابله. انا من ساعه ما عرفتك يا ابله والخير عمال يخر على دماغي على دماغي. طب حددت ميعاد معين؟ قريب قريب، بس الاستاذ حاتم كده يشد حلو واعمل لي قد خمس او ست حتت كده عشان ربنا يكرمني. استاذ حاتم مين؟ انت ما تعرفي ده الاستاذ حاتم ده احسن شاعر في مصر. الوحي يجي له يروح متصل بيا اخد كام وحي كده، يعني قد خمس ست وحيات كده. هو انت بتتكلم على ايه بالظبط؟ النبي بالهديه قبله. ايه دي؟ دي الاغنيه بتاعتي اللي مكسره التكاتك كلها، وان شاء الله على طلعه رجب هنزل بالستايات تقيله ان شاء الله. بس كده؟ بس كده، امال ايه يعني كده؟ يعني انت مكلمني وعايز تقابلني عشان كده؟ لا ابله انا فرحان فقلت اجي افرحك معايا يعني، وبصراحه انا عامل لك الاغنيه دي خصيصا عشانك يا ابله. ما تتصلش بيا تاني يا سوك. وانا عملت لك ايه يا ابله؟ بقول لك ما تتصلش بيا تاني. خدي يا ابله بس، زعلانه من ايه؟ ابعد عني بقى ومالكش دعوه بيا. ازيك يا سوك؟ اهلا كبداكي. من بعيد بس عشان رايح الشغل والريحه. ماشي يا كبير، وحشتني. بلاش نقعد مع بعض يعني زي زمان. طب والنبي عامل لي رغيفين عشان على لحم بطني من الصبح. تأمرنا كبداكي. العربيه عربيتك واللي عايز اخدها تحت امرك يعني. انت بتظبط مع كوريا ياد؟ مظبط. يعني ايه لا مؤاخذه مظبط؟ يعني في بينكم لغايه وحاجات كده. لغايه؟ يا نهار ازرق يا ابراهيم. في حد يبص لاخته يا جدع؟ ده لو اخر واحد على الارض يا جدع عمري ما ببص لها. اللي يبص لاخته يبقى ابن حرام. على فكره بقى اللي عيب لك في دماغك شكله ما بيحبكش. ايه ده؟ استنى، مين دي؟ بقولك ايه، دي تشبه جمالات قريبه كوريا. غروب سيده الاعمال هايدي ابو طالب وزوجها الاعلامي مروان ابو عرب بعد استيلاهما على 50 مليون دولار.